السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع هذه الحبيبات أو الحبوب، هي مجموعة علينا لائحة جيدة، حبوب الكتان، سمسم، حلبة، حب رشاد، يعني حبة سوداء إلى آخره. وفي هذه الحلقة نتكلم عن حبوب أخرى وسنجمعها في حلقة واحدة، اللي هي اليانسون والشمرة. نسميها اليانسون والشمرة، اليانسون والسانوت أو الشمرة، أو نسميها حبة الحلاوة في المغرب، وكذلك السنة والسانوت. السنة هو اليانسون، الأنيسون، يعني كلمة أنيسون باللاتينية، الأنيس هذه جاءت من اليانسون باللغة العربية، يعني هو نفس تقريبا نفس التسمية. وهي هذه الحبتين هي في المغرب نسميها بلدية ورومية، يعني هذه يعني هذا البسباس البلدي والبسباس الرومي، يعني حبة حلاوة والنافع أو اليانسون والشمرة أو السنة والسانوت، هي نفس الحبوب. حبة حلاوة والنافع هذه في المغرب كانت دائما في الخبز، لا يمكن للمرأة أن تعجن الخبز، عجين الخبز لا يمكن ألا تضاف إليه الحبة السوداء، ولا يمكن ألا تضاف إليه هذه الحبوب، يعني اليانسون والشمرة أو السنة والسانوت، يعني حبة حلاوة والنافع هذه لا يمكن أن يكون خبز بدون هذه الحبوب. وتكلمنا وتكلمنا وتكلمنا، يعني ما شاء الله، ولا زلنا نجد الخبز في المنازل عند الناس ليس فيه يانسون ولا شمرة ولا حبة سوداء. الآن النساء كالنساء لا زلنا يعجننا العجين، ولكن لماذا لا يوظفنا هذه الحبوب؟ ثم يبدأنا في التفكير أن سمعت أن الحبة السوداء تعالج السرطان، وخلطها مع العسل ونأخذها، وزيت الحبة السوداء أخذ قطرة في الصباح وأعطيها لطفلي، كل هذه أشياء، هذه خزعبلات العصر. الحبة السوداء تكون في الخبز، اليانسون والشمرة أو السنة والسانوت يعجن به الخبز، يكون في شربة الخضر، يكون مع الطبيخ، يكون مع الكسكس، يكون مع الطاجين، يكون مع الحريرة، يكون مع أي شيء. هذه الحبوب يجب أن تضاف لجميع الأغذية. لماذا؟ لأنها لا تستهلك بكمية كبيرة، لأنها تنكه، عندها رائحة زكية، ولأن فيها الفيتوستروجينات، هذه فيها هرمونات نباتية هي جيدة، ما عدا المرأة الحامل، طبعا المرأة الحامل يمنع لهذه الأشياء، ولكن الكمية الغذائية لا تضر حتى النساء الحوامل. معنى الكمية الغذائية أنك تأخذ بأصبعيك شيء هكذا وتضعه في الأكل، هذا لا يضر، يعني حتى المرأة الحامل لا تتضرر، لأن كمية هذه الفيتوستروجينات هي هرمون الطبيعية، والكمية الفيتوستروجينات هي لا تؤثر على الحمل ولا يعني تتسبب في إجهاض. طبعا لما تكون كمية كبيرة هذه الحبوب تمنع على المرأة الحامل. فهذه الحبوب يجب أن تكون ضمن التغذية، ولا زلنا لا نراها في الخبز عند الناس، وهذا هو المشكل. يعني الناس يذهبون من الوجبات الغذائية التي ممكن يعني أن يعيشوا بسلام وهي سهلة، ويعني سهلة في المنزل، ثم يسألون عن خلطات ويجتهدون في وصفات، وأنا نقعتها مع الماء وتركتها وخلطتها مع العسل وتناولتها في الصباح وخمس جرعات، ويبدأوا يعطون العدد وسبع جرعات وسبعة أيام وكذا. هذه كما قلت لا إله إلا الله، أن الناس دأبوا على هذه الأشياء اللي كنا كنسمعوها في بعض الحلقات، اللي كانوا الناس كيبيعوا أشياء، يكذبون على الناس ويعني ينصبون على الناس، النصابة هادو كانوا كينصبوا على الناس، ولكن لازل الإنسان يريد من ينصب عليه، يريد من يسرقه، يعني بهذا اللفظ هذا. فالناس هذه الأشياء توضع في النظام الغذائي فقط، توضع في النظام ضمن الأغذية فقط، ضمن الوجبات فقط، وهي جيدة ورائحتها زكية، وهي تنكه، وجيدة في القضية، وجيدة للهضم، وجيدة للامتصاص، وجيدة لأشياء. وأن النساء اشتكينا سمعت أن الحلبة تزيد في الوزن، هي ليس فيها بروتين، وليس الكمية التي تستهلكين من الحلبة لا تزيد في الوزن ولا تنقص من الوزن ولا تفعل أي شيء للوزن، فمن أين هذه الافتراءات؟ هذه الحلبة تسهل مسائل الامتصاص، وهي جيدة للمعدة، لأن حروق المعدة هذه مع الحلبة ما كتبقاش حروق المعدة، والتخمرات زائدة هذه في الجسم، وهذه زيادة في الوزن، يعني ما لا ندري من أين تأتي هذه النصائح ومن أين تخرج ومن أصحابها، لا ندري، يعني المواطن سيشتبه عليه الأمر وسيعيش في الظلام إذا بقي يتبع هذه الأشياء، وهو يعلم ويعرف جيدا كيف يعيش، لو اتبع طريقته في العيش دون أن يسمع لهذه الأشياء لعاش بسلام. فالناس يعني حبوب الكتان إذا كثر منها تضرب الغدة الدرقية، أن يجب ألا تكثر من الحلبة لأنها فيها، أن يجب ألا تكثر من الحلبة، كيف يكثر الناس من هذه الأشياء؟ كيف يكثر منها؟ كيف يكثر من حبوب الكتان؟ أنه سيأكل 1 كيلوغرام؟ لا يمكن، كيف لا يمكن أن يكثر الناس من هذه الحبوب؟ أن القدر الذي تأخذه المرأة بأصابعها هكذا وتضعه في العجين، أو تأخذ هكذا وتضعه في الطبيخ، هذا لا يضر،
من جميع الحبوب، حتى ولو أخذوا 7 حبوب بنفس الكمية، هذه لا تضر هذه الحبوب. ثم أن هناك اجتداء، أنا خلطت زريع حبوب الكتان مع السمسم مع الحبة السوداء، خلطتهم وطحنتهم ووضعتهم في علبة وأخذت منهم كل يوم بدأت. ولماذا كل هذا العمل؟ لماذا لا يكون في الأكل؟ لماذا لا يكون في الأكل فقط، في العجين، في الطبيخ، في الشربة، في الحريرة؟ لماذا لا يكون في الأكل؟ لماذا الناس يريدون أن يجتهدون يخترعوا أدوية؟ هذه هي المصيبة الناس في هذا العصر، أنهم يريدون أن يخترعوا شفاء أدوية هكذا. وهو النظام الغذائي، الخلطة الغذائية التي يعني ارتضاها الله لنا هي الخلطة العلاجية. حتقول الخلطة الغذائية، هذه هي الكسكس، هي الطاجين بالخضر، هي الأشياء هذه، هي الطبيخ، هي الحريرة، هي الشربة، هي المسائل، هي هذا الحساء الشعير، هذه هي الخلطة الغذائية، هذه هي الخلطة التي نعيش على، خلق الله سبحانه وتعالى أوصانا بها لكي نعيش بها ويحتاجها الجسم فقط. أما خلطات أخرى، أنني مزجت القرفة مع هذا مع زنجبيل ووضعت زنجبيل مع هذا وأنا أشربهم وأخذهم 3 مرات في اليوم وأنا أحسست جيدا، نعم ستحسين جيدا إذا شربت الماء فقط ستحسين جيدا. فيجب أن ينتبه الناس لهذه الأشياء وأن لا يخرجوا كثيرا عن المعهود في الأغذية، المعهود في التغذية. يجب أن يبقوا على طبخهم وعلى طرق العيش وعلى المسائل هذه في المنزل وعلى اقتناء أشياء نظيفة وجيدة، وأن لا ينسوا أي شيء في الطبيعة، ألا ينسوا هذه الحبوب، ألا ينسوا القطاني أو البقوليات، ألا ينسوا الحبوب النشوية، ألا ينسوا زيت الزيتون، ألا ينسوا اللوز والجوز والفواكه الجافة، ألا ينسوا أي مكون. لأن يعني هناك من يعيش على الـ على الـ على الـ على, الـ على البطاطس مقلية والدجاج مشوي وخبز أبيض، يتغذى على هذه الأشياء يوميا. ثم هذا الجسم ماذا ينقصه؟ كل شيء ينقصه، فيتامينات ينقصه، مضادات الأكسدة ينقصه، فيتوستروجينات ينقصه، سيتوستيرولات ينقصه، كل شيء. هذا الجسم الذي يتغذى عليه ينقصه كل شيء. لكن الناس يدخلوا هذه الأشياء الموجودة في الطبيعة، يدخلوا أكبر عدد من الخضار، والخضار فصلية. لا داعي، أنني سمعت أن الصفرجل جيد وكذا، أنني أبحث عن الصفرجل أينما كان. فهناك خضر موسمية ربما تكون أحسن من الصفرجل. الصفرجل لا يوجد إلا في موسمه، والآن موسم هذا موسم. فهكذا يجب أن يتعامل الناس مع هذه الأشياء. وهذه المجموعة إن شاء الله أكملناها. هناك بعض الحبوب الأخرى التي سنتناولها في التغذية، مثلا مثل حبوب نوار الشمس، فهي مهمة جدا إن شاء الله. يعني هذه حبوب نوار الشمس هي داخلة في الأغذية وليست مع هذه الحبوب، لأن ممكن أن نتناولها بكمية كبيرة مثل حبوب القرعيات، حبوب نوار الشمس، مثل أشياء أخرى ممكن أن نتناولها بكمية كبيرة. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.